كابتن ياسر لبيب قلت قبل المباراه ان الاخطاء الفرقه اللي هتقلل اخطائها هي اللي هتفوز بالمباراه. شفت المباراه ازاي يا كابتن ياسر؟ طبعا المباراه كانت سريعه، كان فيها لقطات فنيه كتير، تصويبات متنوعه، ودي يعني حاجه في النهايه بتصب في مصلحه منتخبنا. يمكن انا قلت لك ان في الدفاع منطقه النص من اهم مناطق الدفاع، وده بيساعد حارس المرمى ان هو يشيل وراه قلب الملعب. قلب الملعب قلب الملعب. انت كنادي اهلي يعني ما عملتش الكلام ده النهارده، وبالتالي انت اديت فرصه للتصويبات معظمها مع 6 متر او اللعيب بيصوب مرتاح على الطيار، فهو ما قدرش يساعدك كتير ولو ان هو عامل ماتش كويس. لكن وبتجري فاست بريك، انت ما عملتش الكلام ده النهارده. يعني فاست بريك انت ما جريتش فاست بريك. الشوط الاولاني كان يجري فاست بريك اكتر كتير من الشوط الثاني، يمكن مرتين ثلاثه، لكن الماتش اللي فات لا كان في جري كتير. حصل الكلام ده في الشوط الثاني شويه، ابتدى الفريقين يجروا، كان جون هنا وجون هنا، فالكلام ده طبعا اثر كتير، زائد الاخطاء الزياده في الشوط الثاني. خلاص الزمالك ابتدى يركب المباراه، وهارد لك بقى في النهايه، هي كوره يا صابت يا خالد. بالظبط.